سنة سعيدة، أدخلها الله علينا وعليكم بالصحة والعافية والرزق وطول العمر. سنة ميلادية يعني نتمنى من الله باش يرفع لنا بهذه المناسبة هذا الوباء، وأن نحقق أن المجهودات لنا جميعا أن نحقق ما سبو إليه عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذلك تماشيا مع التعليمات المديرية، فإن كل الوسائل المادية والبشرية كل لوجيستيك اللي كانت توفر عليه ابتدأنا العمل به منذ مدة لاحتفالات أعياد الميلاد، وهذه الليلة كيبلغ الذروة ديالو، بحيث تم التوظيف كل العناصر الأمنية في شكل دوريات راجلة، وكذلك في شكل سدود قضائية، وكذلك في شكل فرق أمنية. المهمة ديالها الأساسية هي المحافظة على أمن المواطنين في سلامتهم وأمنهم، وكذلك ضمانا لحريتهم. الحمد لله الكل مجند، قيادة وعناصر لتنفيذ الاستراتيجية ديال السيد المدير العام للأمن الوطني ولتحقيق أمن المواطنين اللي كيبقى هو الهدف المنشود. ومن خلالكم نتمنى للساكنة ساكنة بني ملال ليلة سعيدة وسنة سعيدة، ونحن على الإيرون. شكرا. بالنسبة لكل العناصر اللي كتوفر عليها ولاية أمن بني ملال كسوة المركز أو المناطق والمفوضية التابعة، راه كيتم التوظيف ديالها وكل الوسائل، والحمد لله الوسائل اللي توضعت لها الإشارة ديالنا وسائل جد جد مهمة وأسطول جد مهمة ديال السيارات، ويمكن لكم في الجوالات ديالكم غادي تطلعوا عليه، لا من خلال السدود ولا من خلال السيارات ولا من خلال الدوريات. استهلالا نرحب بكم في ولاية أمن بني ملال، ونرحب بكم لمواكبة هذه الإجراءات والترتيبات الأمنية اللي أخذت ولاية أمن بني ملال لتأمين حلول السنة الميلادية الجديدة. نرحب أيضا من خلال المنبر ديالكم بجميع المواطنات والمواطنين، ونتمنى لهم بالمناسبة سنة سعيدة أهلها الله علينا بالصحة والعافية وبالخير واليمن والبركات. بخصوص الترتيبات اللي أخذت ولاية أمن بني ملال لتأمين هذه المناسبة، فهي ترتيبات أمنية تأتي في سياق خاص يتبعه الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا، وهذه الترتيبات الأمنية فهي تزاوج ما بين الشق الوقائي الاستباقي عن طريق توظيف الحملات التطهيرية وإيقاف الأشخاص، وأيضا الشق الزجري الردعي لمحاربة الجريمة في العمق. هذه الإجراءات والتدابير اللي اتخذت ولاية أمن بني ملال فهي تم البدء فيها منذ حوالي أسبوع تقريبا من الآن، واليوم هذه الإجراءات هذه وصلت للذروة ديالها عن طريق توظيف واحد العدد كبير من العناصر ديال شرطة الزي، سواء تعلق الأمر فوق الهيئة الحضرية أو شرطة المرور. ايضا تم تسخير واحد العدد مهم من العناصر المدنيه لتامين جميع النقاط المتواجده في المدينه. تم تنصيب واحد المجموعه من السدود القضائيه والسدود الاداريه في المداخل وفي المخارج ديال جميع المدن التابعه للنفوذ الترابي لولايه أمن بني ملال. المهمه ديالها هي نقاط مراقبه متقدمه، وايضا لضبط منسوب تدفق العربات والاشخاص الى داخل هذه المدن. كما لاحظتوا معنا فهي إجراءات حازمة وصارمة لتنفيذ الإجراءات القانونية ديال حالة الطوارئ. حدود الساعة كما وقفتوا معنا فهي الأمور تسير على أحسن ما يرام، ليس هناك ما يثير زعما القلق.